بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا علي حقا في التوراة في التوراة والإنجيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو التائبون العابدون الحامدون
حامدون أسائحون أسائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض إن الله له ملك السماوات والأرض إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم وعلى الآلاف الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا
لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض بعضهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد
ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله.